الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ عصره في اللغة العربية، أحد أهم علماء اللغة العربية. ولد في عمان عام 718، أتوجه بعدها للبصرة عشان يتلقى العلم هناك، ولقب بالبصري وتميز في علم الموسيقى والرياضة والترجمة. أتلقى العلم على أيدي العديد من العلماء اللي أصبح لهم شأن عظيم في اللغة، منهم سبوي والأصمعي والكسائي وهارون بن موسى النحوي وغيرهم. ولد في قرية بعمان عامية للهجرة، انتقل بعدها للبصرة لطلب العلم، عشان كده تسمى بالبصري. أتلقى العلم على يد علماءها، الأمر اللي أهله إنه يصبح أستاذ عصره بلا منازع. رغم هذا العلم الغزير والعقلية الخلاقة المبتكرة المتجاوزة حدود الزمان والمكان، فضل الفراهيدي زاهد ورع واسع العلم. لا يوجد عالم لغوي اتفق المؤرخون على نبل أخلاقه وسماحة روحه زي ما اتفقوا على الخليل، فصار حقا ابن الأمة العربية اللي أثر فيها فكر وسلوك وخلق. رغم غزارة علمه، تميز الفراهيدي على سابقي ولاحقي وتفرد بين أترابه ومعاصري. يعد الخليل بن أحمد شيخ علماء المدرسة البصرية، وتنسب له كتب معاني الحروف وجملة آلات الحرب والعوامل والعروض والنقط، وكمان غير رسم الحركات إذ كانت التشكيلات على هيئة نقاط بلون مختلف عن لون الكتابة. من مؤلفاته كتاب معجم العين، كتاب النغم، كتاب العروض، كتاب الشواهد، كتاب النقط والشكل، كتاب الإيقاع، وكتاب معاني الحروف. توفي في البصرة في يوم الجمعة من جماد الآخر سنة 173 هجرية في أوائل خلافة هارون الرشيد، وهو نفس يوم وفاة الخيزران بن عطاء والدة هارون الرشيد.